والخناق طبعا غير المره والخناق ده الغرب وده الشرق لوقات اليوم الاولاني ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث بدا اوضاع القوات كلها بعد اليوم الثالث من 6 لغايه 9 شد حلو وعايز اداء احسن من الاداء اللي فات ان شاء الله ان شاء الله زي ما عملنا واحسن يعني احنا عملنا معدلات لازم نحافظ عليهم المشير الجمسي او اللواء الجمسي في ذلك الوقت كان هو اللي بيرأس غرفه العمليات رئيس هيئه العمليات وبالتالي بيرأس كل غرفه العمليات الغرفه الرئيسيه هنا كان بيقعد في النص سيادة الرئيس السادات وبعدين شماله احمد اسماعيل يمينه الفريق الشاذلي هنا الجمسي رئيس هيئه العمليات اللي هو بيرأس كل المكان ده الرئيس السادات بدا يكلم الاول كلم حسني مبارك قائد القوات الجويه وكلم الفريق الذكري جاهزين يا اولاد ايوه يا حسني قائد ذكري قائد البحريه قائد القوات البحريه محمد علي فامي الدفاع الجوي بعد بدا يكلم قوات الجيوش تمام وكلم قوات الفرق الخمسه اللي هيعبروا حسن ابو سعيد يعني كل الناس كلمهم تمام الاولاد جاهزين شدوا حيلكم برضه بتدي ثقه لما يكون قائد فرقه بيلاقي يعني رئيس الجمهوريه قائد قلعه بيكلمه ومن مركز القيادة الرئيسي في نظم اتصالات بتربط هنا بالجبهة طبعا طبعا يعني على طول التحويلة بتديك اديني قائد الجيش التاني بيكلم قائد الجيش اديني قائد الفرقة بتوصل اكتر من كده بتبقى صعوبة شوية لان اللواءات بيبقى السلك ميداني بيبقى كله صلب فما بتوصلش وبعدين طبعا لاسلكي صمت لاسلكي عندنا ما فيش اللاسلكي ما تفتحش خالص لان هناك قاعد العدو بتصنط علينا لو عارف لو ساعات يقول لك نشاط لاسلكي يبقى في مشكله. فكان في حاجه اسمها صمت لاسلكي. عد الساعه 2 اول 2 ما بدات كله فتح الاجهزه اللي فيه. اتصل بقاده الجيوش والافرع الرئيسيه. والافرع الرئيسيه وقاده الفرق الخمسه اللي هيعبروا. تمام؟ فرق المشاه الخمس. الخمس مشاه الفرقه الخمس. فضلنا قاعدين يعني مش عايز اقول لك كل شويه عندنا في لفظ الجيش اسمه كما كنت. ارجع كل حاجه زي ما كانت. كنا كل شويه فاكرين ان كما كنت هيطلع. الا الساعه 2 والشاشه دي اللي كانت الولاد قاعدين وبعدين هنا ال 220 طياره عبروا قناه السويس خلاص مش كما كنا العجله مشيت ومش هتقف